فتحنا واحد مشروع اللي هو جديد، هو التكوين في الخزف المكنسي، اللي ممكن نقولوا انه تقريبا نقارب بقاو واحد جوج ديال المعلمين ولا ثلاثه اللي باقيين تيخدموا في هذا الميدان. هذا المشروع تيرجع للسنوات اللي كانت الوزاره واتقت فيه جميع الحرف اللي كانت مهدده بالانقراض، وكان ضمن هذا المشروع هو هذا الخزف المكنسي. وبالفعل في سنه 2022 وصلت الوزاره انها دير اتفاقيه مع منظمه اليونسكو لدعم هذا المشروع ودعم هذه الحرف المهدده بالانقراض. كنت في البدايه كانت بداو بواحد 7 ديال الحرف سنه 23، وفي سنه 24 تم اضافه 10 ديال الحرف على المستوى الوطني، من ضمنهم الخزف المكنسي اللي تيميز هذه مدينه مكناس، وعنده واحد الارث تاريخي وثقافي وحضاري بالفعل لمكناس، ويتميز كذلك بواحد الشكل اللي راقي جدا، لان فيه واحد تيمزج بين الثقافه المغربيه الامازيغيه الاندلسيه العربيه. اذن هو ارث حضاري متميز، وبالتالي مكنتنا هذه الاتفاقيه هذه باش نعاودو نحييو هذا المنتوج هذا من جديد، اللي تم اختيار بعد لنا دارت عمليه انتقاء، تم اختيار ديال الحرفي اللي معلم صانع معلم اللي غيشرف على تكوين واحد 10 ديال المتدربين لمده 9 اشهر، اللي فيهم تقريبا هاد 10 فيهم 5 ديال الفتيات و5 ديال الذكور، واللي غادي نواكبهم كذلك بالاضافه للتكوين اللي غادي يدير المعلم، غادي يكون تكوين موازي في معهد متخصص فنون الصناعه التقليديه، اللي عندنا فيه مكونين في المستوى اللي غادي يتابعوا هاد العمليه ديال التكوين. وبالتالي التكوين غادي يكون شامل اللي فيه الحرفه، وفيه كذلك تكوين نظري اللي غادي يعطي مؤهلات للمتدربين. وبالفعل انهم اللي غادي يساليو التكوين ديالهم لابد ان غادي نشرفوا على التتبع والمصاحبه ديالهم باش يديروا مشاريع ديالهم، باش هاد الحرفات تستمر وتعطاهم الاسبقيه بالنسبه للمعارض، بالنسبه لكاع البرامج ديال اللي غادي يدخلوا في البرامج ديالنا كمديريه جهويه، وكذلك البرامج ديال الوزاره بصفه عامه. لاول مره غادي يكونوا متدربين في واحد الحرفه مهدده بالانقراض، وغيستافدوا من منحه من اليونسكو، انهم غتعطاو بعدا اولا منحه باش يستمروا في التكوين ديالهم، ومن بعد ملي غادي يساليو غتكون عندهم كما قلت الاولويه في جميع البرامج ديالنا. مثلا الاستفاده مثلا في اطار مشروع ديال هيكله المدينه العتيقه، انه شرفنا حاليا على انجاز واحد 8 ديال الفنادق في المستوى، انها تعطاهم الاسبقيه في المحلات، غيتعطاهم الاسبقيه كذلك في الدعم اللي بغى يدير مشروع في المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، لانه تدعم قطاع الصناعه بشكل كبير، وكذلك في التسويق غادي يكون عندهم الاسبقيه في مشاركه في جميع المعارض الوطنيه ولا حتى الدوليه. وممكن اننا نمكنهم كذلك، لان المعهد ديال فنون الصناعه في مكناس داخل في اتفاقيات شراكه ديال واحد المجموعه ديال المدارس على المستوى الدولي، كذلك في هذا الاطار ديال التبادل، وهذا دائما غتكون عندهم الاسبقيه، لان الهدف ديالنا هو اننا هذه الحرفه اللي تتميز مدينه مكناس واللي عندها كما قلت ارث ثقافي وحضاري، انها ترجع من جديد مع هذا الاشعاع اللي كاين دابا حاليا على المستوى العالمي ديال الرجوع ديال الصناعه التقليديه المغربيه بشكل قوي جدا. اذا خصنا نستغلوا هذه الفرصه هذه وندفعوا بهذه الحرفه هذه انها تعاود ترجع باشكال جديده. اذا غادي نحافظوا على الموروث ديال الحرفه، ولكن غادي نعطيوها واحد اللمسه ديال الحداثه وديال التطور باش نستجيبوا حتى الاذواق ديال المستهلكين. فعلا كاين على المستوى المحلي كاين وعي كبير بهاد المنتوجات ديال الصناعه التقليديه الفنيه ديال مدينه مكناس، وعلى اعلى مستوى انه السيد العامل يتفهم ودائما يطلب على انه تعطى الاولويه لهذه المنتوجات. وكما قلت بانه المشروع ديال هيكله المدينه القديمه، انه كاع الفنادق اللي غتصلحات واللي ترممات في حله جديده غادي تعطى للحرفيين، بل انه تم تخصيص فندق كله خاص للخزف والجليج
البلدي الى غير ذلك. اذا هنا انه غادي نتوفر بعد اولا على بنيه تحتيه مهمه جدا، بالاضافه للدعم اللي قلت انه الدعم ديال المبادره الوطنيه، انه مابقاش الاشكال دابا ديال الخريجين التكوين المهني فيما يخص ديال التمويل وشراء مثلا جهزات اللي غادي يخدموا بها. اذا كاين تضافر ديال الجهود ديال الفاعلين ولا ديال السلطات ولا منتخبين للعمل بشكل مشترك على اعطاء قيمه للمنتوجات ديال الارتيزانه بما فيها الخزف المكنسي. وزارة ديال السياحه والصناعه التقليديه والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تتوفر على مؤسسه متخصصه في التسويق هي دار الصانع، واللي هي تتنظم وتتشارك في واحد المجموعه ديال المعارض على المستوى العالمي، وهي اللي تدير ترويج واشعاع المنتوج ديال الصناعه التقليديه. دونك هذه المؤسسه كذلك شريك في هذا البرنامج. اذا كما قلت ان غادي هذا الخزف المكنسي والمنتوجات اللي غادي توجد الى غير ذلك تدخل في هذا السياق هذا، وبالتالي دائما غتكون عندهم الاولويه للحضور على المستوى الدولي والمعارض الدوليه، وبالتالي غادي يتمكنوا انهم يستطيعوا انهم يعرفوا المنتوج ديالهم ويسوقوا، بالاضافه للمبادرات اللي تدار على المستوى المحلي من طرف المديريه ولا غرفه الصناعه التقليديه لجهه فاس مكناس. كذلك هي كاين عندها واحد مجموعه ديال البرامج لدعم هذا الخزف المكنسي. اذا كما قلت بان هذه من الحرف اللي حاليا الجميع، لا وزاره ولا اليونسكو منظمه اليونسكو ولا كذلك السلطات المحليه ولا المنتخبين، كلهم غادي نخدموا، بل انهم بدينا هذا العمل هذا باش ندفعوا بهذا المنتوج يرجع وياخذ المكانه اللائقه به على المستوى الوطني والدولي.